مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام، أهلا وسهلا في أولى حلقات برنامج حرف ولون ونغم، ثالوث متكامل غير منقطع. سعيد جدا أن يكونوا برفقتي مبدعين في هذا الوطن الجميل. إبداع يمشي على قدمين. على يميني مباشرة الأستاذ عمر الحاج، أهلا وسهلا، كل عام أنتم بخير. أهلا وسهلا، وسعيدين نطل على المشاهدين عبر فضاية الشروق، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفي الظل ونستمتع بالسهرة مع بعض. صاحب الصوت الدافي الشجي المتحدي لكل العقبات في حياته، أنس عبد الله، أهلا وسهلا، كل عام أنت بخير. أهلا بك وأنت بخير، وكل المشاهدين الكرام بألف خير، وسوداننا بألف خير، وتنتهي كل الأوجاع والآلام، وكل الناس سعيدة ومبتهجة إن شاء الله. إن شاء الله. على يساري مباشرة أستاذنا، نبدأ بالتشكيلي، التشكيلي والإذاعي، أهلا وسهلا، كل عام أنت بخير وإن شاء الله دائما بخير وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنت بخير الأخ الصديق حمزة، وكل مشاهدي فضية الشروق على امتداد بث الأثيري، وكل الشعب السوداني، والرحمة والمغفرة للشهداء، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودة للمفقودين، وكل الجميع إن شاء الله بخير في وطن معافى. الله يكرمك. كل المشاهدين متحلقين على شاشة الشروق لمشاهدة هذه الحلقة الدافئة. نستهل أجواء العيد السعيد وهذه الحلقة بصوتك أستاذ أنس. نسمع شنو؟ نسمع رايعة الشاعر الراحل محمد أحمد الشيخ الجاغريو، زهوري اليانعة، وأنا بهديك عيدية لكل السادة المشاهدين مشاهدي قناة الشروق، وليكم كلكم إن شاء الله. الله يكرمك، تحية لك. أنا زهوري اليانعة في داخل خميلة، فتحت عن أكمامها بألوان جميلة.
كرامك يا شايف رومينا اللي في التيه والتدلل نيران ضربينا من قلبي السعادة يا مناي حرميلا من نظرات عيون عيني يرحمي لو بوار اليانا حياتك دائما سعاده استاذ انس عبد الله. تحيه لك ورب يديك الصحه والعافيه، ونحن مبسوطين جدا ده يكون الظهور الاول لك على شاشه الشروق. اهلا وسهلا. والله انا سعيد جدا يعني انه اول مره نطلع على الساده المشاهدين في هذه القناه الرائعه.
ونتمنى نكون يعني نقدم الشيء اللي يرضي مشاهدي ويرضي الضيوف الكرام ويرضيك انت يا حمزه. الله يعزك. حرف ولون ونغم، ثالوث متكامل زي في الغنى، الكلمه واللحن والاداء. اذا كان واحد اختل بيختل الاغنيه كلها. فاستاذ عمر، اهميه الابداع المتعدد في شخصيتك انت، قدر كيف ممكن هو اضاف لشخصيتك الان؟ والله نحن طبعا يعني الاستاذ ده قدم لنا امتاع صوتي وامتاع بصري. امتاع بصري الغنى يا استاذ، انا صار قاعد اشوف صور، صور متحركه، صور كثيره، يعني بشوف بسمع الغنية بقوم بقطعها لمشاهد، فبحس فيها الانتاعين البصري والسمعي والجسمي. الفنان احنا سي كلنا كضيوف موجودين، احنا سي كلنا على خشبة مسرح واحد، جميل؟ يعني ناس احنا كلنا ممكن نأدي عرض واحد، ممكن انا بحب المسرح، عشان كده بتكلم بلغة المسرح. بروح المسرح. بروح المسرح، يعني عندي فنان وعندي صوت جميل جدا وعندي تشكيلة. بعد ذاك القصة بتمشي. فهي بتضيف لك، يعني انت قدر ما كنت مرتبط بالفنون كثيرة بتضيف لحياتك، حياة الفنان ما زي حياة الشخص العادي. نظرتك للحياة، نظرتك للحاجات، نظرتك للحزن، للفرح، ما بتشبه نظرة الزول العادي، يكون انت عندك زوايا بتشوف منها. صح صحيح. زوايا كثيرة بتشوف منها الحياة دي مبهجة وين؟ تمام؟ مصدر البهجة فيها شنو؟ الكلام ده بيجي بالعكس، سواء كان انت بتكتب شعر او بتكتب قصة قصيرة او بتكتب للدراما او بتكتب للمسرح. للمسرح. ايوه. وده كله توظيف واحد يعني. يعني نعم. الابداع المتعدد ده. نعم نعم. استاذنا. الله يديك العافية. صمت في حضرك يعني حديث ثاني. انت تشكيلي، ودائما بتحب انه اقول لك في البدايه بالتشكيلي، لانك مولع بالتشكيل، والتشكيل هو اللي كان بوابه بالنسبه لك انت لدخولك الاذاعه. نعم. فانت اضافه لانك تشكيلي واذاعي وباحث ومهتم كمان بالاغنيه السودانيه، وده الربط الاصيل بتاع الثلاثه او الثالوثه اللي بنتكلم عنه. التعدد برضه في شخصيتك ده ابرز لنا شخصيه عاطف والدلحاي. نعم. بجد التحية لمشاهدي قناة الشروق الفضائية، وكتر خيرك والله يا ناس، اختيار موفق. أنا أفتكر واحدة من جميل الأغنيات السودانية لشاعر جميل جدا تحدثت عنه كثير جدا، هو الشاعر الراحل محمد أحمد الشيخ المشهير بالجاغريو. ولو دا نتكلم عن الجاغريو الحديث بطول، لكن خلينا بس في الجزئية بتاعت الأغنية زهور اليانع. الجاغريو هو منطقة شرق النيل، وأنتج كثير من الأغنيات رفلت الساحة الغنائية السودانية بروائع لأحمد المصطفى، لخلف الله حمد، لسيد خليفة، العديد من الفنانين. وده يجي من عبقريته الفذة في التناول، يعني حتى يوصف بأنه قالوا كان لو لقى ورقة في الواطة بشيء اللي بيكتب فيها القصائد. وهو فنان الحديث عنه يطول، يعني شاعر وملحن في نفس الوقت، وكان يغني. نرجع للكلام الحديث عنك، الحديث اللي ذكرته اللي هو تعدد الاتجاهات أو القوالب في شخصية الفنان التشكيلي. زي ما تفضلت وذكرت عنه، بوابتي كانت للعمل الإعلامي هي الفنون التشكيلية، وأنا طالب بمذاق في كلية الفنون. بديت عملي بالصحافة كيعني ديزاينر أو مصمم جرافيكي، وكان الوقت ذاك الشغل مانيوال، يعني بالمقص وبالوسخ، ومن خلاله دخلت لمجال الكاركتير، وعن طريق صحيفة الدار بدأت المسيرة يعني، ثم السودان الحديث، وتوالت العمل في الصحافة إلى أن وصلت إلى رئيس تحرير في أكثر من صحيفة، والحمد لله رب العالمين. يعني قاعد أحتز بأنه أنا أكثر رئيس تحرير في السودان وزع صحيفة، يعني وصل عدد 125 ألف نسخة، وأظل فاخر بهذا الرقم يعني. ثم تركت العمل في مجال الصحافة واتجهت للعمل في الإذاعة. كانت البوابة اللي هي دخول عن طريق صالة فنون. أنا خليني دائما بذكر بالتحية والإجلال والتقدير كل من عمل في هذه المساحة الإذاعية الجميلة جدا والثرة جدا. تحية للمعدة الممتازة أختنا أمل حسب رسول بالنقر، لا تحية صح والعافية، وكل سنة هي طيبة وأولادها. كذلك المخرج الرائع محمد عبد المنعم خفاجة، ولتيم العمل يوم ذاك في صالة فنون، أذكر منهم أمير رابح كان يقدم موسيقى إفريقية، عثمان علي الفكي فقرة دراما، فاتح إبراهيم بشير حديث عن الطنبور، شخص الضعيف قبال يمكن كان أبو سمرة عليه الرحمة والمغفرة،
تشكيلي كان يقدمنا في التشكيلية، ثم بعد ذاك بلفتة عن طريق صالة فنون إلى عالم الإذاعة. نجيب فينا. نعم. بالعادة دائما أنت هسه في الفن التشكيلي كان بوابة لك بالنسبة للعمل الإذاعي أستاذ عاطف عبد الحاج، هل صدفة ولا الفن التشكيلي كان هو بوابة رئيسية أنك تدخل حوش الإذاعة وتقدم الفقرة آنذاك في صالة فنون؟ والله شوف أنا لا قاعد أقول لهم دائما أن التشكيل هو أبو الفنون، يعني منو فينا ما تشكيلي؟ أي زول جواه تشكيلي، في من يعني يوظف هذا التشكيلي للعالم للناس الخارجية حوالينه في الرسم في أي وطفر يعني أي نوع من أنواع التشكيل، وفي من يحتفظ به لنفسه في هندامه في طريقة تسريح شعره في ملابسه في اختياره في لغته ذاته. التشكيل يختلف عن الآخرين في تناول الأشياء، ولذلك يعني العالم المحيط بنا كله هو عبارة عن تشكيل، يعني سريرك بيتم فيه عمله تشكيلي، الملاية المفرشة فيها عمله تشكيلي، الصحن اللي بتاكل فيه عمله تشكيلي، عربيتك اللي بتركبها، بيتك كله داخل فيه تشكيل، يعني سواء تصميم سواء يعني ألوان إضاءة صوت كلها داخل فيها الفن والتشكيلي. الصدفة ساعدتك؟ الصدفة ساعدتني في حتة واحدة، بأنه غياب أبو سمرة الله يرحمه لظرف ما، وقام حسان وبي أنا في أقدم الفقرة بتاعته، وبعد ذاك المسيرة دي حنجيها إن شاء الله، في محور تاني إن شاء الله. أستاذ أنس، محبتهم للراديو ودخولهم لعالم الإذاعة دمهدوا له بفنون تانية، لكن أنت طفولتك مختلفة، ونحن تحت الهواء كنا بنتكلم إنه أنت مولع بالإذاعة والاستماع للراديو، يعني حكينا طفولتك وأنت خاطر الراديو كده وبتسمع في أغنيات الرواد وبتفكر في مستقبل زاهي بالنسبة لك أنت غنائي شكله حيكون كيف لحد هسه؟ أنا يمكن وجداني الفني يتشكل من خلال الراديو، من خلال الاستماع لحتى السهرات، رغم ان انا كنت في سن صغيره جدا، ما دار ابالغ لك وقلت لك انا عمري 5 سنة حافظ غنى الجابري رحمه الله عليه، وكل الرواد ديل بسمعهم بشغف مبالغه يعني، ومستمع دايم لبرنامج حقيبه الفن، بدل البرنامج ده انا بخلي لاي شيء فطور اي حاجه لازم استمع للبرنامج ده واستمتع بالناس ديل، يعني حتى الاسطوانات القديمه اللي فيها الشخشخه دي كانوا قاعد تعجبني بستمتع عليها. فالاشياء دي كلها يمكن ساعدت في تشكيل وجداني الفني. بعد ذاك ما كان فكرتي انه انا اغني اطلاقا، ده حنجيه بس بحب استمع للغنى يعني. حنجيه وفي مراحلك ومرحله زعلك كمان. استاذ عمر، الحلاوين والذكريات ولمة الأهل والحيشان العريضة دي كلها كانت في مخيلتك اللي شكلت إبداعك الزاهي شايفينه الآن، فالذكريات ذكريات الطفولة ذكريات المنطقة ذاته والإنسان من بيئته ده شكلك وخلاك تنتشر كمان في ربوع الوطن بكل إبداعك طبعا. طيب أنا بحب الراد زي الجماعة دي بالمناسبة، بحب الراد حب شديد، و برضه زي أستاذ أنس من صغير بحب أسمع الإذاعة بالليل، الإذاعة السودانية والإذاعات المختلفة، بس كان في قصص، كان في ناس بيحكوا قصص في، وكان في ناس بيراسلوا الإذاعات عندهم قصص، والقصص قاعد تفوز وقاعد يقروها. المسألة دي أنا كان أثرت فيني شديد طبعا، يعني كنت بحلم يوم إنه أنا أكتب قصة وأرسلها ويقروها. الحلاوين منطقتنا زي ما تفضل أستاذ عاطف عبد الحاج برضو تشكيل، يعني نحن عندنا نيل الأزرق، وجنبنا الكنار البروي مشروع الجزيرة بين مويتين وزلط، كلنا من المحظوظين إنه حبوباتنا حجونا، يعني حضرنا جزء من الأحاجي واسمعات اللي هي كان فيها نوع من الارتجال، الحبوبات مرات ما بتكون حافظين، لكن حضرات البديهة وبرتجلوا سريع أو بتكون في حكاوي متوارثة. المراحل الدراسية قريناها في حلتنا قرني بالحلاوين، المرحلة المتوسطة قريناها في مصطفى غرش الحلاوين اللي هي دي بتبعد 3 كيلو مننا، نحن كنا في اليوم بنمشي 6 كيلو من وإلى؟ 6 كيلو اللي بنمشيها دي مفعمة بالمشاهد بالحواشات وبالشجر وبال والكنار ولا انت اساس من البيئه ديك غريبه الي اكتشاف اني فدي كلها بتشكل عندك
صورة بصرية جميلة. الكلام القيل عن الصورة البصرية، انت ماشي وجاي كل يوم، كل يوم بتشوفها بخيال جديد رغم انها هي مكرر بالنسبة لك. الكلام ده يعني اكتشفته انا بعد ما جيت درست الاعلام. انا قريت اعلام جامعة السودان، اعلام وعلاقات عامة في جامعة السودان، فكان عندي طموح انه يجيبوا صورتي في الجريدة كده، وكاتب مقال والاستاذ عمر الحاج وصورتي كده. ما كان عندي يعني اهتمام بالكتابة بالرواية بالمسرح بالمسألة دي. بعد ما خلصت الإعلام وبديت محاولات كتابة قصاصات كده صغيرة، خواطر، الحياة اللي بكتبها الشباب دي في كراس كده، الشعر ده أغلب منه أساس كله ما قدرت عليه. لأنه أنا داير أقول لك اديني قصيدة. طيب أستاذ عمر، نحن نجيف بعد تخرجك من الإعلام وحندخل في جوانب الكتابة، ندخل كمان لكلية الموسيقى والدراما في جانب ثاني. نعم، نشوف المشاهد والامتاع البصري والصوتي مع استاذنا انس عبد الله مره ثانيه، يمتح كل المشاهدين اللي تابعوا قناه الشذوذ الان. خسرك رقيق وعلي قلبك حجر مالا Thank you.
كفر قلب البلاد. ساكن بشعب النيل وبي داخل الأبدان في غارة في غمحة سين جنة البلدان. هاي خسرك رقيق علي قلبك حجر ما خسرك رقيقه علي قلبك حجر ما خسرك رقيقه علي قلبك حجر ما. نواصل مشاهدينا في الحوار ونرجع لاستاذنا عاطف ود الحاج. وقفنا قبيل في صاله فنون. والف صاله فنون ومقدمي صاله فنون والبرامج كلها كانت حتى لو 5 دقائق الفقرات ما بتتسجل بتذاع لايف. نتكلم عن الجوده جو صاله فنون ومقدمي صاله فنون بمختلف مقاماتهم. طبعا شوف انا دار اقول انه دائما الشغل بتاع الون مان تيم او الناس لما تكون قلوب الصافيه يكون في نوع من الود بيناتهم بيكتر كثير من العقبات. يعني بيزلل لك المسائل. الناس اللي كانوا في الصاله في الوقت ذاك كان في روح ود, ومش في صاله فنون بس, حتى على مستوى الاذاعه السودانيه عامه وعلى مستوى التلفزيون القومي كان في نوع من الود غريب جدا بالمناسبه. بتحس بانه اسره واحده, الناس ما كان ده فلان ولا ده فلان, المقامات دي مختفيه والمسميات مختفيه. وصلنا الناس تخش على الاستوديو ده بتتزال كل هذه الحواجز. ولذلك يعني كل زول كان بيحاول انه التنافس كان في حدود انه شنو كل زول يخرج بكل ما لديه يقدم افضل ما عنده وافضل ما عنده بيروح ما في ما عنده علاقه بالحسد او بينه, لانه كل زول الرزق ده مقسم من رب العالمين. لكن كل زول كان عاوز في مجاله ده يطلع افضل ما عنده ارضاء للمستمع وللمشاهد وارضاء للناس اللي كانوا مسؤولين في عن اداره البرامج في الوقت ده. هذا الود وهذه الحميميه في العلاقات خلت انه المنتوج اللي بيطلع غايه في الروعه غايه في الجمال. انا ما ادري اقول حي انتفت الان, لكن ما بين الصور اللي كانوا شغالين بها الناس بعدين. يعني تفتكر ليه يعني الغياب وين ما بين الامس واليوم يعني في موضوع التيم ده؟ والله شوف هو الضغوط الحياتيه ذاتها والحاله الاقتصاديه والتشتت الذهني الحاصل في البلد سياسيا وكل هذه الاشياء عندها مردود على الناس على 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 سلوكهم على حسهم وعلى حسهم الفني. ولذلك بعدين كان يعني ال بيقدم البرنامج ده كان عارف انه هي في قناه واحده, كان تلفزيون السودان ده كان هو التلفزيون الوحيد اللي بيشاهدوه في السودان كله, ما كان في مجموعه من القنوات الام والاذاعه الام, ما كان في اختيارات. نعم والاذاعه الام هي كانت, عشان كده كان اي زي ما استاذ عمر قبل قال لك استاذ انس كل زول بيحلم بانه يصل صوته للناس اللي يخش حتى ولو ان شاء الله يقول كلمه واحده في الاذاعه يقول في. والسودان كله كان بيعرفك يعني لما قدمت برنامج وقدمت فقره الناس كلهم كانوا بيعرفوك لانه كان الناس كانوا مفوكسين على الحته دي على الاذاعه ولا التلفزيون القومي. ولذلك كان من الصعب جدا انك تلج. يعني كان في الناس سبقونا بيقول لك والله زول عشان يقول هنا ام درمان بيقعد مرات سنه وسنتين يقعد مذيع ربط لزمن عشان يقول بس هنا ام درمان, خليك من انه يقدم برنامج. فلذلك كانت غايه احلامنا انه زول يقدم حاجه. وكان في تنافس, انت تمشي بالليل ده لما يكون بكره عندك برنامج ما بتنوم, تكون مسهر حقول شنو ححضر شنو. دي كانت بتكون دي المسؤوليه اللي انت بتقدمها للمشاهد. كبيرة جداً. ايوه عشان تقدمها للمستمع والمشاهد ده كانت حاجه صعبه جدا جدا. ولذلك كان المنتوج كان جميل جدا, يعني اللي بيطلع للناس الاوتبوت كان جميل لانه كل زول كان فيما يليه بيحاول يكون افضل من غيره يكون احسن ويقدم افضل ما عنده. جميل. حنجي لامتداد صاله فنون. قدمت اميز وامتع السهرات ومريت بعدد من الاذاعات برضه في حوش الام. انا توقفت معاك كلية الإعلام علوم اتصال, وبعد ذاك جيت للموسيقى والدراما, وده امتداد برضو لشغفك في الكتابة وامتداد لشغفك في الإعلام اللي خلاك برضو تكون منتج وخلاك تكون معيد شاطر. هو طبعا يعني النقلة من كلية الإعلام والعلاقات العامة لكلية الموسيقى والدراما كان في زمن طويل بيناتها. يعني انا تخرجت من الاعلام رغم الحوش الواحد. أيوة. قريبات من بعض. تخرجت من الاعلام 99, لكن كان عندي ولا
شديد جدا يا ود الحاج، انه بجي كل التلفون الجميله بزوق مرات بجلي المحاضرات بتاعت الاعلام، بجي ناس خزف، بجي انا بحب الخط العربي شديد او الخطوط عموما، فبقوم بجي زايق ناس فنون شويه كده، فحسيت انه يا اخي الاعلام ده داير له جكه، لكن 200 ما كنت عارف، ما كنت محدد ليها، فبدأت اكتب بدايه الكتابه خواطر صغيره، تشجيع صغير من الشباب. جات مرحله فارقه في 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 زمن قبل الوسائط تكون منتشره هسه، قبل السوشيال ميديا هسه، كان في منبر اسمه سودانيز اونلاين. سودانيز اونلاين ده كان فيه مجموعه من السودانيين، فكنا بنكتب، في ناس بكتب عن السياسه، في ناس بكتب خواطر، في ناس، فبدأت اكتب في المنتدى، لقيت تشجيع من الناس انه يا اخي واصل في شكل الكتابه، انقطعت منها ما واصلتها، يعني وصلت مرحله يعني حسيت بانه ما بقدر اواصل في المساله دي، بديت ارجع ثاني للشغل الاعلامي من خلال الوظيفه، شغل الاعلام والعلاقات العامه، رجعت ثاني للكتاب. الكتابه دي عندها اوان، عندها زمنه، يعني فجاه انت بتكون خالي الذهن من انك تكتب اي حاجه، روايه، شعر، فجاه انت بتخلي اي حاجه وبتمسك الورقه والقلم وتبدا تكتب. فكتبت اول مسرحيه، دي الحاجه اللي حفزتني اني اخش كليه الموسيقى والدراما. كتبت اول مسرحيه قبل ما اخش الكليه، كتبتها ووريتها للشباب، اللي هي اهل الوديان والجبال، اللي هي اهل الوديان والجبال. المسرحيه يا استاذ كانت معقده شديد، مسرحيه بتتكلم عن قانون في النظام العام، يعني لا حكايه ولا قصه ولا روايه ولا حاجه ولا مشهد حصل في زمنه صعب، قانون في زمنه صعب، الماده كده فيها كده، دي اعملها مسرحيه. فانا حط راسي وبديت اخلق المشاهد حقتي، بدات اخلق في روح المسرحيه. بعد ما انتهيت منها وتقدمت، حسيت بانه انا يا اخي مفروض طالما بحب المسرح مفروض امشي اقرا، امشي معهد، امشي كليه الموسيقى والدراما واقرا الفنون المسرحيه واواصل واعرف التكنيك واعرف في الكتابه واعرف التمثيل واعرف الاخراج واكون ملم بعوالم المسرح المدهشه. جميل، حنجي للتعدد ده كمان في مسرحياتك ولمشاركات مشاركاتك الخارجيه وتمثيلك باسم السودان. استاذ عمر قبل ذكر بانه هو كان عنده شغف في كليه الفنون، وبعدين الحقيقه انا ذكرت انه مش عمر الحاج برا، وهو ناس الموسيقى والدراما تقريبا كانوا بيقولوا معانا في الفنون، يعني كانوا كلهم احنا وناس اعلام برضه، ايوه صالحين كانوا مضايقيننا اليوم التحيه والله، وعبد السلام جلود وعاصم الطيب بيجي كمان جيت بيقعد في الكليه دي بيقعد معانا من الساعه 11 للساعه 5 و6 مساء، فكان يعني الابداع ما بينفصل طبعا حقيقه، الناس كانوا حاسين بوجودهم في كليه الفنون، ناس فنون برضه تقام هناك بيمشوا بغادي كليه الموسيقى والدراما، فكان في شغل تكامل وترابط جميل جدا جدا، يعني من ضمنه طبعا عمر الحاج كانوا عاملين لنا يعني كان في حاجه جميله يا استاذ، احنا في كليه الفنون كان جنبنا تصميم صناعي، ايوه، وكان في كان في ناس فيزياء قدامنا، فناس فيزياء ديل ما بنحب نقعد معهم، كلامهم ذاتهم نفهمهم، عشان كده بنقعد مع ناس تصميم صناعي شويه، بعد ذاك بنجي ناس خزف او نجي نتخزف، نجي نتخزف كانت لام الناس والتلة الكبيرة ديك ذكريات هسه ده الشاور بتاع ذكريات. استاذ انس، يعني انت بديت الغنى بزعلة وانت في سادس، زعلة سمحة، زعلة سمحة، زعلة سمحة، زعلة سمحة، احكي للمشاهدين سر الزعلة دي اللي خلتك تنطفط كده وتقدم افضل ما عندك. يعني والله يا خنا طبعا اساسا يعني نشأت وترعرعت في الحلة الجديدة ودرست المرحلة الابتدائية في مدرسة الجوز 2 اللي هي عمار بن ياسر، وانا في الصف السادس خلاص مقبلين على المرحلة المتوسطة، جاء اشعار جابوا لنا ابو فصيلنا في ذاك الوقت اسمه أستاذ عثمان أحمد سالم، يعني ربنا يديه الصحة والعافية،
وانا والله متشوق اشوفه يعني من هنا انا بناجدي انه انا والله متمنى اشوفه. يا سلام. لانه من الاساتذه الاجلاء اللي درسونا يعني. يتكلم عن انه جاءوا نختار من الوزاره للدوره المدرسيه وتكلم عن المناشط المفروض نشارك فيها وكذا، وقال يا اساسا الباقي الفتره كلها 8 يوم ما اظن نقدر نعمل شيء. فالمدرسه ترسل الخطاب بتاع اعتذار وما تشارك. فانا قمت رفعت يدي قلت له يا استاذ المدارس زي ما كلها ادون نفس الاختيار ده في نفس الزمن ده، يعني ليه هم يشاركوا مدرستنا ما تشارك؟ فقام قال لي انت اللي بتتفاصح ده انت بتعمل شنو؟ قلت له انا اي حاجه بعملها. ف اضطروا بعد ذاك انجبروا انه يلقطوا الناس من الفصول وكذا، وكل زول عنده موهبه في حاجه يجيب وكذا. فانا غنيت اخر زول، ما كان في زول بيعرف حاجه يعني، حتى دفعتي وزملائي ما كانوا عارفين الشغله دي. فانا من بديت اغني استاذ عثمان دي جرى، يعني بدايه غناي كده جرى عليل مشى تعرف بالزول ده معروف وترت كده. ف مشى نادى الاستاف بتاع المدرسه كله، قوم تعالوا شوفوا الكارثه اللي عندنا وما جاب الله خبر. فبديت اغني وكل مره غني غني غصه ما تجيب اي غنه حافظه غني وكذا. فبعد ذاك معنوياتهم ارتفعت وشاركنا والحمد لله ربنا اكرمنا يعني. الاغنيه شاركت بيها شاركت باغنيه استاذي عثمان الاطرش، انا بقول لك كل سنه وانت طيبه بالبلدي. هل ممكن نغنيها؟ كان شاركت به والله طولت يعني ما 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 نسمع بالبلدي ولا حاجه ثانيه؟ لا لا حنسمع حاجه ثانيه ان شاء الله، لكن بحيي استاذ عثمان الله. جميل الله وتحيه. طيب نرجع لشرق النيل، نرجع للشاعر الفز العجيب شاعرنا وضد الرضي. يا سلام. ونسمع من الاسكله وحله. يا سلام يا سلام. لو حلا قام من البلد ولا ما دمع لي سياب بلا احل زي الصقور خوا بالبدري
كوستي وجبلي اليوم شرف الرجال يا غالي يوم شرف الرجال يا دمع الليل يا بلا
واصل مشاهدينا في الحوار، نرجع لأستاذنا عاطف ود الحاج. وزي ما بديت بالتشكيل وأدينا الإذاعة وبدينا نتكلم عن تفاصيل وقفنا في شكل البرامج اللي قدمتها ونالت رضاها، لكن نتكلم عن التشكيل لأنه هو بيهمك وأصبح هاجس يعني بيؤرقك في كل لحظة، لأنه الدولة ما مدياه الاهتمام اللازم، معرفة الناس ودرايتهم بهم الصورة المطلوبة اللي أنتم بتطمحوا لها. يعني هو حقيقة قاعد يقولوا المثل المعروف زامر الحي لا يطرب، يعني حقيقة يعني يمكن ما حصل فعالية تشكيلية في العالم إلا وكان واحد من السودانيين هما في المركز الأول ونال الجائزة، ودون كثير من الجوائز العالمية اللي بتقتصر على مجموعة بسيطة من الناس، لكن دائما تلقى في السودان مثلا جائزة صندوق الأمير كلاوس الهولندية، دي جائزة بينالوا شرفها قلة في العالم، دائما بيختاروا أفضل خمسة في العالم، فاز بها الصلحي اللي هو تحية الصحة والعافية أبونا وأبو الفنون دكتور إبراهيم الصلحي. جائزة نوما دي جائزة تقدمها لليابان برضو رسوم الأطفال، فاز بها الراحل المقيم العوتة ربنا يرحمه توفى في الأيام القليلة الفائتة. جائزة بناء الشارقة فازوا بها كثير من التشكيليين وعتيبي وغير من الفنانين حديثة طول الفنون هي، وهو التشكيل هو أبو الفنون، وأنا قبل في بداية الحديث حدثت بأنه الفنون داخل في حياة الناس في كل تفاصيله، ويمكن التشكيل السوداني أو التشكيل السوداني بيتميز دون عن سائر التشكيلين في العالم بأنه هو مزيج من ثقافتين وحضارتين مختلفات تمام الاختلاف، يعني بالانس أو يعني بلاك أند وايت اللي هو الغابة والصحراء الزنجية والعروبة دي ما بتتوفر في العالم، ولذلك هذا التمازج وهذا الخليط اللي قدرنا قادر نمزج منه نعمل منه ميكس ونعمل منه خليط هو خلانا متميزين، ولذلك بنلقى انه دائما اللوحه التشكيليه السودانيه هي بتحوز اعجاب الغرب والعرب والافارقه لانه فيها العنصرين المختلفات ديل الهاي كونتراست او التناظر العالي جدا. لكن بكل اسف للان في اميه بصريه، وأكد على أنه في أمية بصرية، لأنه برأيك ليه؟ يعني برأيي لأنه كل الحكومات المتعاقبة على السودان من الاستغلال لغاية الآن ما أدت التشكيل المساحة القدر يعني أو بتوازيه. أنتوا ما سعيتوا ولا والله سعينا، لكن إحنا سعينا فوق المدخر شوية. يعني المسألة دي كان يعني في فترة السبعينيات والثمانينيات القرن الماضي كان في حصة الأعمال في الفنون في المدارس الأساس، بكل أسف هذه الحصة توقفت الآن في فترة التسعينيات وفترة العهد البائد، أسالوا الفنون ركزوا على فن الغناء، ركزوا على فن الغناء أكثر، يعني المسرح والتشكيل بقت وجودهم يعني مقل أو بسيط من اهتمامات الدولة، يعني بتيجي الدولة بترفض ميزانية للفنون بنلقى الغناء في الأول خدت له 80% 20% الباقي بتترسم على المسرح وعلى ولذلك هذا الدور خلى أو هذا التصرف خلى الفنون تكون هي في ذيل القائمة بالنسبة للفنون البصرية في السودان. السوداني الآن بدوا الحمد لله في السنوات الأخيرة يعني يمشي في اتجاه أنه يجيب مهندس ديكور للبيت بتاعه، زمان كان بيجيب أي نقاش يضرب الحيطة وخلاص، الآن بدت ثقافة كده، بدت في ثقافة بتاعت اقتناء الشتول والزهور، بدت في اقتناء ثقافة الأسماك المنزلية وأسماك الزينة، بدت في ثقافة أنه حتى الناس في هندام ذاته اختلف وتغير، وده جاي لأنه في شغل كثير جدا من الرواد التشكيليين لهم التحية، كل من يعمل في هذا المجال من خلال الإذاعات من خلال التلفزيون من خلال السوشيال ميديا من خلال الصحافة أنه محو هذه التشكيلية البصرية. وبكل للأسف للآن ما عندنا جاليري خاص سوداني لعرض الفنون، للآن بنعرض في مراكز ثقافية وأجنبية لأن هم يعني مهتمين في مركز الثقافي الفرنسي في معهد جوتا في الفنادق الفايف ستارز والسيفن ستارز، ودي أمر ذاته بيكون عصية للناس المساكين، يعني ما بدنا نشيل لك فندق عشان يحضر معرض تشكيلي، داير يكون في المدارس في الساحات العامة في الميادين، وهذا الأمر ممكن لحد كبير جدا يساهم في أنه يمحو هذه التشكيلية البصرية، وبإذن الله تعالى نسعى في هذا المجال وربنا يوفقنا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أستاذ عمر الحاج، الرحلة ممتدة، كتبت عدد من المسرحيات وعندك مشاركات خارجية ونالت الإعجاب والرضا المسرح العربي، وكمان من ضمن أكثر المسرحيات اللي عرضت واختيرت مسرحيتك من ضمن 50 مسرحية عرضت في المسرح القومي، تكلم عن المشاركات الخارجية بالنسبة لك وثراء بالنسبة لتجربتك أنت. هي طيب هي موسى هي أول تجربة لي في التنافس في كتابة المسرح. يعني أنا المسرحية الأولى بتاعت أهل الجبال والوديان، والمسرحية حكاية العمتية، المسرحية الثانية بتاعت حيوات اللي هي مسرح صامت قدمها الأستاذ جسور أبو القاسم، أول مسرحية كانت عرضت في الاحتصام مسرحية صامت.
بعديها جيت للمنافسه بانه انا اقوم انافس كتاب، ناس قاعدين في الكتاب واساتذه قاعدين في المسرح وبيشتغلوا على المسرح من سنين طويله. فلما جات جبهة مهرجان المسرح العربي كان عندي مسرحيه نص كنت كاتبه صغير كده اسمه حكايه العمتيه، اللي هو مسرح واقعي، مسرح الواقع اللي هي حكايه في حلتنا. حلتنا جنب محطه قطر، فيها سكه حديد، المحطه فيها مجموعه من الناس، فيها عمال الدريزه، فيها ناظر، فيها مجموعه من الناس عايشين مع بعض، اللي هي عباره عن سودان مصغر. فكانت ملهمه جدا بالنسبه لي حكايه العمتي هذا. عمتي الله يرحمه غفر له، هو عامل بتاع دريسه بسيط، يتوفى بين قضبان السكه حديد، يتوفى في الحته اللي بحبها. الزول شال من الصباح كفن ومشى رقد بين قضبان السكه، كانه عارف هو حيموت 200 وين. فالقصة كانت ملهمة جدا. الكلام ده في 2012، انا جيت كتبت المسرحية دي 2018. كل الفترة دي هي كانت قاعدة، لكن اوان الكتابة ما جلت. فشلت النص ومشيت قدمته للجنة، قلت يا اخي انا بس اجرب حظي، واختاروه والمسرحية اشتغلها مجموعة من الشباب، كابو وسام غروشي وياسر رضا الله يرحمه، يعني كان هو أكثر زول دعوة المسرحية، ربنا يرحمه ويغفر له. دي كان أول تجربة للتنافسية لكتابة الدراما. في خط صغير كده انا ارجع عليه مع استاذ عاطف عبد الحاج، دبير يتكلم عن غياب حصه الفنون في المدرسه. فيا استاذ عاطف برضو غياب حصه المسرح والدراما في المدرسه، يعني ناسي على استحياء بعض المدارس الموسيقى برضو الفنون بشكل الا يعني مدارس كان في الجامعات الادبيه زمان، احنا زمان كان في اهتمام بعدين بالتخطو الموهبه من بدري. نعم، يعني حصة الإنشاء الأستاذ كان بالضبط الموهبة بسرعة شديدة، بينك أنت عندك روح كاتب، أنت عندك روح غاص، بتتم الاكتشاف من هنا بالضبط. فدي بيذكرني طرفة لطيفة كده كتبت عن الخريف، فكتبت قلت الخريف ده يعني الطين والناس ما بتمشي والبيوت بتقع، وقاموا ادوني فيها جلدات طبعا القصة في المدرسة. ده امتداد لكتاباتك يعني لا محدودة يعني. نعم، والوقت ما بيسعني انه نذكرها كلها، لكن حنقف عن محطات ثانية. نعم. استاذ انس الثالوث، الكلمة واللحن والآداب، إذا اختل واحد منهم بيختل المعنى الكلي أصلا للأغنية، بقدر كيف هو مهم في الفترة دي بالتحديد، يعني فترة التجديد برضو في شكل الأغنيات والموسيقى يعني. الله يشوف المواهب عموما، يعني الموهبة أو أركان الأغنية زي ما أنت قلت بتتكون من 3 أضلاع: الكلمة واللحن والأداء. فالمواهب ذاتها بتكون بنسب متفاوتة مختلفة، يعني تقصد يعني على حسب المقدرات الصوتية الأساسية. أيوة، حسب المقدرات الصوتية، المقدرات الأدائية، الأفكار الأدائية، بتكون هي هبة، يعني هي موهبة. صحيح، كويس. ف بيؤدي الاختلاف ده ذاته لتميز الفنون السودانية عموما. يعني أنت بتسمع التراث بتاع عقرب السودان، تتفاجأ بمزيكا شكلها مختلف، تجي الوسط، تمشي الشرق، يعني الشمال، كل على حسب ثقافته وبيئته. الشمال ناس الطنبور، يعني يمكن ناس الوسط ما يقدروا يتعاملوا مع الطنبور، ليه؟ لأنه دي كمان البيئة بتاعته. فبتجي قصة الموهبة دائما، يعني زول يعني اللي بيكون عنده موهبة بتشبع من بيئته وبيعكس الحاجة دي، بتنعكس يعني للناس، وده اكتمال. طيب اكتمال صورة الشروق نسمع منك. طيب أنا حغني لذات الشاعر والضردي، تيهي التاكة
مراد وصحاح ليلى امتحتك هذا الرجل هذا الرجل يعني قدر بحرفنا غريبه جدا انه يتفسح في اللغه العربيه لدرجه انه يقوم ياخر المبتدا ويقدم الخبر في اتجي طارداك او لا بيها انا وبغداك الالام هي الالام اتجي طارداك او لا بيها انا وبغداك تيه واخذي غداك هلاك رضاك ورضاي في رضاك وهذا تمام. هو طبعا نفعه القران الكريم يعني قاعد يختبس من القران الكريم دراسه الخلوه ودي سعرته كثير جدا في انه يعني ذخيرته اللغويه بقت عاليه جدا لذلك طوعها حسب هم الناس دي كانوا عندهم ثقافه فطريه غريبه يعني يمكن الاستاذ قبيل يتكلم عن منطقه الحلاوين فانا داير اتكلم عن الشعر اللي كتبت اغنيه بتريد الليطام رغية دي يمكن الخلوه تكون ما قرتها لكن قدرت بثقافه فطريه بسيطه حددت حدود الجزيره العربيه بتريد الليطام سد الكداد الزام هزيت البلد من اليمن للشام بعدين ارتدال للفكر كان في وقته ارتدال في وقته ايوه طوال اثناء سنك هي قطع عقده هي شغلته جميل يا عمر بنتكلم عن الدرادي تحت الهواء وهذا هذه العبقريه الفذه وقلت لهم بنحضر في برنامج في صوت العرب برنامج اسمه شراع كان بيقدمه شاعر اسمه فاروق شوشه فهو كان معجب جدا بعبقريته الشاعريه كثير عاذه قال هذا الرجل عنده قصيده قافيتها 3 حروف غضبت غضب شديد جدا ولا زي الدرادي عنده 4 عنده 4 حروف وما في زول جايب خبر اغنيه معروفه يعني قالوا حلي حمامات امن عيني حمامات غياب رعاب جمال فاتن ولا شيء في الادب فاتن تتوغى الروح لشوفات وارجف حموا فاتن يا سلام شوف فاتن هنا مختلفه وفي يعني ما في زول انا هذه العبقريه يمكن الدرادي الحديث عنه يطول لكن صح نسمع العبقرية لحنا وأداء
كفاك بعاد حلماتك من كتفاك دروة مدام الراح في فاك شعرك عادل يا أخي بدري صفاك وحسنك دام حل تجلى بيطيب أراك ونجري الكلام ويكون سمراك جواري حسان وبعض بعض أمراك وبعض ياك انا عشني يجيب خمر الجار ياك عظيم. مشاهدينا، هذه الحلقة الأولى من حرف ولون ونغم على شاشة قناة الشروق. نعود مجددا للحوار أستاذ معاطف ود الحاج. حنجيب في نقطة مهمة، نحن في خواتيم اللقاء ده. أنت مريت بعدد من الإذاعات داخل الحوش، داخل الإذاعة الأم في حد نفسها يعني، وقدمت أمتع السهرات. لو مرينا سريعا على أبرز السهرات الضخمة لوقتها اللي أنت قمت بتقديمها، وبعد نعرش شوية كده على الإذاعات اللي عملت بها. والله ممكن يعني
الاعمال اللي كثرتها الذاكره لا تسعف، لكن ممكن اقف لك في بعض المحطات. هي طبعا كانت البدايه بالاذاعه الاذاعه الام درمان، من خلال صارت فنون، ثم الاستوديو المفتوح واقبل الليل، بعد ذاك اذاعه ملتقى النيلين، كانت في اقتصاديات الفنون وكثير من البرامج، ثم اذاعه البيت السوداني الان، وانا لازلت على هذه الاذاعه، والتحيه لكل من يعمل فيها. عديد من السهرات ايضا، كانت في سهر اسمها شوارع، وسهر اسمها تفاصيل، والان سهره تلاقينا مره، ودي طبعا يمكن اكثر سهره امتدت لقرابه الاربع سنوات. بتجمع بين اثنين ولا مجموعه من الناس يتلاقوا في مكان ما، في القطار، في الدراسه، في جروب بتاع، وبعد ذلك امتدت علاقه بهم، بتمشي السهره في خطين متوازين، حوار شخصي وحوار موضوع، وجمعت كثير من الناس، يعني فيهم من رحل عن الدنيا، وفيهم من الان اليوم التحيه والتقدير كل من كان له ولو بصمه في هذه السهره. ايضا سهره قلم ونغم، برضو مجموعه من الشعراء والفنانين، دي مجموعه بين صحفي وفنان، صحفي مياله والفنان يتحفى المستمعين بكثير من التفاصيل. يعني حمزه الذاكره لك الامنيات المتقده الان، يعني في ختام الحلقه، انت قبل ما اي واحد نديه حقه في 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 التحايا يعني، وارسال الامنيات الطيبه في العيد السعيد ده، بقول لكل الناس يعني كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم هذا العيد وكل الاعياد بالخير واليمن والبركات ان شاء الله يا رب. دائما سوداننا يعني في امن واستقرار وقبول للاخر، ونبذ لثقافه العنف ولثقافه العنصريه، نرجع سودان الحبيب اللي تحبيناه واللي تولدنا فيه وعشنا بين جنباته. الناس يا رب دائما كلهم بصحه وعافيه، كل المشاهدين وكل المستمعين على امتداد البث، وليكم انتم كمان، ولكل التيم العامل، ولكل الاخوه العازفين، وربنا ان شاء الله يجمعنا في ساعه خير. يعني الله يجزيك خير. عمر الحاج، نقف في نقطه وختاميه كذا، لا انت متشرب ومتعدد، لو اتكلمنا عن السلسله اللي قمت بانتاجها، السلسله الدراميه الكوميديه اللي وجدت حظها من التداول لحد الان، يعني اللي كانت تجربه جمعتك بين شكسبير وجلواك، نتكلم عن حنك. برنامج حنك، انا في حاجه صغيره، في شخصيتين يعني اثروا في مسيرتي في الدراما وفي الكتابه. في الكتابه الاستاذ خالد علي مكي، انا بحييه من هنا، ده اول زول وراني مشهد يعني شنو سيناريو، يعني شنو تكتب مشهد كيف. الشخص الثاني الاستاذ والمفكر المسرحي الاستاذ ياسر عبد اللطيف، ربنا يرحمه ويغفر له، ده الزول الخداني في الرايت تراك، وراني يعني شنو كتابه دراميه، وانت كيف تكتب، مصادر الكتابه، الشخص ومصاير الشخص داخل الكتابه. في تجربه عندي، تجربه بتاعت الكتابه الكوميديه الساخره اللي هذه في شكل برنامج حنك، كان فيه الاستاذ بكر فيصل بحييه من هنا، والاستاذ جلواك، والاستاذ مفاس اليوم التحيه، وكل التيم اللي كان شغال في برنامج حنك في الزمن ذاك. فهو كان برنامج خليط فيه ثلاثه قوالب، فيه ستاند اب كوميدي شو، فيه توك شو، فيه دراما، اللي هو كنا بنعالج به اليومي، القضايا بتاعتنا اليوميه كسودانيين، ونعالج يعني، واحنا ما بنعالج، هو الدراما بتعالج، لكن بنطرح القضايا بالطريقه الكوميديه عن طريق الدراما. بعد ذاك فطنه المشاهد، هو بعد ذاك بيشوف الموضوع اللي احنا طارحينه، هو بعد ذاك بيتعاطى معه وبيحله على حسب وجهه نظره. مع استاذ عوض شكسبير برضه نفس البرنامج، كان بدري شويه برضه تقدم واتساب معه والاستاذ زرياب دهب، وانا بحييهم الاثنين واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. برضه كان تجربه للكتابه الدراميه الكوميديه الساخره، انه نعالج بها بعض الممتده لغايه الان، الممتده لحد الان ما انتهت يعني. واتمنى انه التجارب دي يعني نقوم نعيدها مره ثانيه مع الشباب المبدعين الجميلين ان شاء الله باذن الله. اذا كان الحرف واللون والنغم اللي صنع تجارب متعدده هي موجوده معينا الان من خلال قناه الشروق، هي امتداد لتاريخ عريض لكل الشخوص اللي كانوا موجودين، يصعب ذكر كل تجاربهم في الحلقه دي بالذات. يعني انا اقدر جدا استاذنا عاطف ود الحاج بحفظ المسميات، الله يديك العافيه، كثر خيرك. شكرا استاذ عمر الحاج، كثر خيرك. شكرا لك، شكرا لك، وشكرا لقناه الشروق، من خلالها بنعيد على كل الناس في كل السودان، وبنعيد على السودانيين في الداخل وفي الخارج، اخواننا المعيدين
خارج السودان في أوروبا أمريكا في دول الجوار نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ونتمنى إنه نتوحد كلنا زي ما قال الأستاذ عاطف وننبذ خطاب الكراهية وكلنا نبني سودان الجديد مع بعض. شكرا للحضور الجميل، شكرا لمشاهدينا عبر امتداد شاشة قناة الشروق للمشاهدة والاستمتاع، شكرا كمان لفريق العمل اللي ساهم في إخراج هذه الحلقة، تحية نضية أيضا للفرقة الموسيقية اللي صاحبتنا. نختتم معاك أستاذ أنس. هنختم بأغنية من روايع الشاعر صالح عبد السيد أبو صلاح، وأنا بهديها للباش مهندس عبد المنعم صالح عبد السيد أبو صلاح، بلغ الأقوال يا هلال، وبهديها برضو لفنان الجميل اللي يعتبر مرجع بالنسبة لنا أستاذنا أحمد الفرجوني، نقول له كل سنة وانت طيب وربنا يديك الصحة والعافية. بلغ الأقوال يا هلال شبيهك اسمي انقلا، بلغ الأقوال يا هلال شبيهك اسمي انقلا، شايف البهى والجلا، والترف والتيه والجلا، بيا لحظة الشوق والملا، وصار دواي ممزوج في خلا، العنب والدر والزلا، الطب يا حرام والموت حلال، دنيا ما يزيدي ويا عيلا، شبيهك جسمي انقلا، السخاد والنوح والوباء، طرف سيف يتلامى قباء، الوتر والغوص والنباء، ألو يا صادي شم الجبال اللي حاصي لحال قلقلا، شبيهك جسمي انقلا، شبيهك جسمي انقلا، يا نفورك زادني امتحان ساكن في جوف حال، أروي وصفك على كل حال، العيون واللوم في اكتحال، أمروي وصفك اسمك محال في قصايد Thank you.
نازلات بانهذا. والشعر كالليل في انسداد. محي نائر في الظلمات. Hello.